في الجول. الدفاع يتدخل، الكرة لا زالت خطيرة لساسولو. اللي روفيردي عن طريق بينامونتي. فيرونا عندهم الأفضلية في الشوط الثاني. المحاولة ولا العرضية خطيرة في المرمى، في المرمى، في المرمى، في المرمى يا سادة، في الشباك يا سادة. التعادل يأتي. هم البدلاء في اللحظات القادمة لديونيزي. لورينتي يلعبها إلى بيراردي. بيراردي، 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 بيراردي يا فنان، بيراردي يا فنان، بيراردي يا فنان. 21-22 هنا بيراردي سيتقدم من أجل الثالث. بيراردي، بيراردي والثالث لساسولو. 3-1 هدف الأمان والإطمئنان.